مش اصلي بيناش يا سلام. اصلي بيكم يعني ايه؟ اصلي بينا امام. مش هصلي. في ايه يا شيخ سلام؟ انت زعلت ليه؟ اسمع، هو انا هصلي ليك ولا هصلي لربنا؟ يا ابويا انا ما قصديش. يلا خش خور، مش هصلي معاكم. اسمع يا شيخ اسماعيل، عندي ثمنه كبير قوي، ديته اقل رؤوس كلته الثلاثه. تؤمر يا شيخ العرب. القاتل يتقتل، واللي هيقول من شيعه يعيش وياخد خبر زمايله معاه. من شيع؟ معرفش معرفش. اقطع صباعك يديه ورجليه قبال صباعك اللي طرده يا شيخ اسماعيل، وبعدين موته. خذوه. وانت من شيعك؟ معرفش. يدين ورجلين وبعدين موتوا. خدوه. كنت عاوزك تبقى مرسال والمرة تاخد جيت زمايلك معاك، لكن الظاهر ملكاش عم. لا ليه عم؟ هقول زين. من شيعك تموتني؟ على بك مليح. عليك اصبع زمايله في رقبته ورجعوه للي شيعه. خدوه. ها؟ والتاني عبد الرحمن بيك، لان ود ابراهيم بيك مش مصدقها. جن علي سمح لعثمان بيك بالهروب، لأن حرم عثمان بيك الجميلة في دار علي بيك أفندي. عفارم جن علي، عفارم جن علي خان أستاذه إبراهيم بيك. عارف تمنه كبير قوي صباعك اللي تقاطع ده يا شيخ إسماعيل. والله لو رقبتي ما تغلى عليك. بين الخماسي اللي اديناه لهم في موضوع بردس دي وجعهم قوي. بس برضه دول وصلوا لحد هنا وعايزينك، يبقى لازم نردها لهم عشان يعرفوا ان روح همام بارواحهم كلهم. سيبهم ياكلوا في بعض. خلي بالك، سمعنا ان ابراهيم بيه هيبقى شيخ البلد خلال ايام. عارف، عاوزين نبعت له مباركه. مش هي دي الاصول؟ مباركه وهديه جميله ليه بالمقام الجديد. نبعت له عقربه تلوش احسن، هديه للي بعت لك ناس يقتلوك. بص يا اسماعيل، مفيش حاجه فرحتني اكتر من الحصول دي. فرحتك؟ فرحتك كيف؟ اولا ربنا نجال، تاني هام وسط ناسي مفيش حد يعرف يخش لي حتى لو كنت غفلان. تالت حاجه، بدل ما هيبعتوا عاوزين راسي وحدي، يبقى مفيش في حسابهم دلوقتي ان هم يهجموا علينا هنا او يبعتوا تجريده، يعني قدامنا وقت. مفيش حاجة مضمونة يا همام، الموضوع بيجي مش سهل. عارف، ولعلمك زمان لما كان كبير مماليك قلت له على برديس لا، دلوقتي هيبقى شيخ بلد، يعني ينسى برديس خالص. كل ما يكبر في مكانه أكتر كل ما هيخاف أكتر. إيش عرفك؟ عشان غايته قريبة، غايته يكوش يعني. عينه كسرها الطمع، ودلوقتي يخاف يتحرك أكتر من زمان. ما يلحقش يلم. يقول لي صلي بينا امام. اتضايقت وخرجت بره الجامع. بعدين قلت لروحي انت هتصلي ليه ولا لربنا؟ قلت لربنا. دخلت لقيتهم نازلين عليه بسلاح. الكرامه دي يا شيخ سلام؟ كرامه الميت دفنه.
وكرامة الحي إنه يدفن كرامته ما يبينهاش. قال كرامة قال لازم حاجة تنجيكم من الموت عشان تبقى كرامة، ولا حد وانت عشتان يسقيك بالجمية؟ أبدا. الكرامة الكبيرة إن الناس تحب بعض. اللي انت فيه انت والشيخ اسماعيل ده مش كرامة؟ طبعا كرامة سلام، وكرامة كبيرة كمان. صح والله. جابر ده اللي هيحب بنتك، ما الحب برضو كرامة؟ ده هيكون كلام. خلص في الكلام يا سلام. روح دلوقتي، روح روح شوف وراك ايه. حاضر. معلش يا شيخ اسماعيل، تعال سلام. هيحب حب يا ابوي، ده هيقول كلام هيخليني اموت وحياته. روح دلوقتي، روح دلوقتي يا سلام. حاضر. روق يا شيخ اسماعيل، روق. عموما البنت جالها احمد الهواري البارح وعاوز يجيب امه، وانا خايف لا ترفض زي كل دور. بص قول له هنلده عليك بعدين، واعمل نفسك قدام البنت انك مش راضي. قول لها ده عامل زي الوحوش، ده عيبيت وحده في الارض، ده قلبه ميت، كلام زي كده يعني. وسلط عليها ما هترضى. 40 صباع اتقطعوا واثنين اتقتلوا، امال انت لسه عايش ليه؟ ليه يا عمر يا فندم؟ مازال ليه انفاس. شيخ العرب حبيبي سمعنا رسالته. الصباع الشيخ اسماعيل ثمنه 40 صباع على بيك، لكن روحه هو اللي ربنا انقذها، ثمنها غالي على بيك. هو قال لكم كده؟ وعرف مين ارسلكم؟ ايوه فندم. يعني تمن روحك كان كلامك يا مملوك. الروح غالية يا فندم. أمال الروح غالية، غالية جدا. إنما قول يا عزيزي، إزاي تلات مماليك بسلاحهم يفشلوا إنهم يقتلوا واحد ساجد؟ مش عجيبة شوية؟ مولاه دول ناس عجيبة، ده ليه أخ درويش ظاهر فجأة زي القرد ورمى نفسه علينا؟ نبه المصلين وهيجهم، وفجأة لقينا روحنا تحت إيدين الهمامية. درويش يقدر على تلات مماليك؟ أمال الدرويش ده ما كانش بيصلي ليه؟ ده صاحب أحوال يا مولاي وكرامات، علمنا إنه كان خارج الجامع ومش بيصلي، وفجأة دفع دخل زي البارود وأنقذ أخوه. أحوال وكرامات، وأنت فين كرامتك يا مملوك؟ كرامتي إن رجعت حقي يا مولاي. كده أبو الدهب اكرمه.